قبل ما تبداو ضغطوا على سابوني، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد الاعمال ديالي، ضغطوا على جيم لا عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش تبارطاجيوها باش تعم الفائدة على الجميع. السلام عليكم ورحمه الله متتبعي الكرام. اليوم غنقدم لكم مخمار صغير هشيش وسهل التحضير بالمراحل والصور. مروا المقادير ان شاء الله. اولا غنحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس، 400 غرام ديال الدقيق الصلب، الفينو، واحد حبه ديال البيض اللي كتبقى اختياريه، واحد ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز الجافه، واحد ملعقه كبيره ديال السكر السنيده، واحد ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، جوج معالق كبار ديال الحليب الجاف نيدو مثلا، الملح. غادي نحتاجو ايضا السميده الرقيقه باش غادي نكوروا العجينه ديالنا او غنشكلوا الكويرات. 470 مليلتر حتى 500 مليلتر ديال الماء الدافئ. مروا الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. اولا غادي نوضعوا الخميره ديالنا هي والسكر والماء دافي باش يتفاعلوا في واحد الكاس، ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. في هاد الاونه هذه غادي نمزج لكل من الطحين والفورس والحليب ديالنا الجاف جيدا، وغادي نضيف عليهم البيضه والزيت العود، ونعاود نمزج الكل ونضيف الماء الساخن او الماء الدافي، ونضيف عليه الخميره ديال الخبز اللي سبق لي وضعت فيها الماء والسكر، ونبدا نخلط جيدا ونعجنهم حتى نحصل على عجينه متجانسه رطبه رخوه. الا كان عندنا العجانه غنوضعوها في العجانه الكهربائيه، لما كانش غادي نعجنوها في القصريه. من بعد ما كنعجنوها كيف ما كتشوفوا في الصور غادي نوضعها في القصريه اللي سبق ليا دهنتها بالزيت باش ما تلصقش ليا، وغادي نوضع عليها الورق البلاستيكي او هذا السلوفان، وملي غادي نوضعو غادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى يتضاعف ليا الحجم ديالها. تقريبا بحال هكاك واحد نص ساعه نحل عليها باش نشوفها فين وصلت. ملي تضاعف ليا الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا هنا في الصوره، غنحيد عليها السلوفان، وغادي نبدا نعاود نخوي فيها من داك الغاز اللي فيها لداخل، نديغازيها عاد نعاود نشكلها ونوضعها على جانب. ناخذ السميده ديالي الرقيقه اللي عندي هنايا ونوضعها في القصريه، ونبدا نوضع نقسم العجينه ديالنا، عفوا نقسمها على شكل كويرات صغيرين، ونبدا نشكل فيهم بالمساعده ديال السميده، ما نكثرش بزاف، ونبدا نوضع فيهم ونخليهم يرتاحوا قبل ما نبدا عاوتاني نشكل فيهم على هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا في الصوره، ونوضعهم في المقلاه ساخنه او كيف ما كتشوفوا هاد الفرن وهذا اللي عندي هنا، نوضعهم ندهن بالزيت عاد نوضعهم ونقلبهم على الوجه الاخر حتى يتحمروا ليا هكذا تنكمل كل شيء اللي عندي. ها هو الشكل النهائي ديال هاد المخمار، كيجي رائع وكيستحق التجربة. كيمكن لكم تقدموه مع شراب ساخن والعسل او العسل والزبدة. نتمنى هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفة اخرى.